اهلا بيكم في سي في ار تريدنج روم. النهارده ديسمبر 21 2021. النهارده هنتريد زي ما قلنا, هنتريد ار تي واي, هنتريد اي اس, تريد ار تي واي ذا اوبن, هناخد تو اكتف تريدز, وبعد كده هنتريد اور استراتيجي سواء كان في 1 في 2 في 3 او كان برايس اكشن استراتيجي اللي هي تيست 3 تيست او بريك اوت او فوبو. اوكي, اي اس بري ماركت زي ما احنا شايفين دلوقتي, يعني طبعا ده فاضل تقريبا حوالي 3 ايام على الكريسماس, فالماركت زي ما قلنا بطيء جدا وفيري فولاتيل, عشان كده اخترت يوم 3 ان نبتدي فيها ان شاء الله. حط بس الساعه هنا مظبوط بالظبط, فاضل 6 دقايق على الاوبن. احنا شفنا نلاقي الاي اس عمل اري هنا تقريبا الساعة 6 ربع الصبح تقريبا, وبعدين جت تيستد اجين الساعة 7 ربع, وبعدين ريت تيستد اجين الساعة 8, فواضح انها فيري يعني باورفل اريا, لانها تسع اوري 1 2 3 4 تايمز. فدي لازم نكونسيدر الاريا دي, لانها ممكن نشتغل عليها بعد كده في الاوبن سيشن. طبعا بناخد اس تريدز بعد 15 مينتس من اوبن, قلنا عايزين اس ياخد الرينج بتاعه وبعد كده نقدر ناخد التريدز بتاعتنا. بس في الاول زي ما قلنا تاني, في اول 15 minutes هناخد بس ار تي واي تريدز, وهتبقى تو اكتف تريدز, فيرست اكتف تريد هتبقى ات ذا اوبن اكزاكتلي, سام تايمز 1 مينت مور اور سمثينج. وزي ما شرحت في الانترو سيشن هيبقى عندنا تو كونتراكتس, فيرست كونتراكت 2.4, سكند كونتراكت هيبقى تريلينج, والفيرست كونتراكت اوتو بريك ايفن عند 19 تيك, وذاتس ات. وخلي معايا, احنا ممكن جدا ما ناخد اول تريد, ممكن يا جماعه هنريفرس كلوز مثلا شورت جو لونج, او كلوز شورت او كلوز لونج جو شورت. اوكي, جاست تيك وذ مي اند بس ليتس سي. قلنا تقريبا 5 دقايق على الاوبن. طبعا بالنسبه للار تي واي فيري تشوبي زي ما انتم شايفين, فيري فيري تشوبي, مش اي في بس بيج موف الاب سايد زي ما حصل في اس هنا بالظبط, لان دايما تلاقي على فكره اس والار تي واي بيكوبي ايتش اذر. اوكي, ف الار تي واي بيج موف الاب سايد, وبعدين كونسوليديشن. فدايما متوقع بعد المنظر اللي بتشوفه حالا ده, بعد البيج موف كونسوليديشن يا اما يحصل بيج موف اجين اب سايد, يا اما بيج موف داون سايد موست لايكلي. اوكي, بس ليتس سي ماركت يحصل. طبعا الماركت في الاخر يعمل اللي هو عايز يعمله, احنا بس بنتوقع. فور مينتس على الاوبن. اوكي, كان سام كوايت ميوزك. اند درينك ماي كوفي. طبعا ابتداء من 2/3 يناير الروم هتبقى الساعه 9 الصبح, عشان نقعد نص ساعه دول نعمل بري ماركت, نحلل البري ماركت ونشوف ايه البيفتس والقصص دي. طبعا ده عشان بس مجرد ديمو, فانا عامله الساعه 9 ونص 7. فاضل تقريبا حوالي 3 دقائق تقريبا. ونص. اهم حاجه عند الاوبن ركز معايا جدا لما اقول هنجو لونج ناو, اوريدي فود الاي تي بتاعتك جاهزه معموله على. طبعا هنا بتريد, انا بالنسبه لي بتريد 5 كونتراكتس, بتريد 1 ستاتيك و4 رانرز. انت اب تو يو, بس انا رايي تريد 1 بس, دونت تريد 5 حتى مايكرو. يعني طبعا انت ممكن تريد مايكرو لو انت عايز, تريد 1 كونتراكت 1 كونتراكت 1 كونتراكت 4 و5 44 ستوب لوز 50, بعدين 24, ودي ممكن تكون 100, اي حاجه دي مش فارقه عندي, بس مجرد تريلنج. اوكي, 1 مينت ات ذا اوبن تقريبا, او مينت 30 سكندز في ذا اوبن. ليتس سي.
تقريبا one minute. طبعا القياس هنستنى تقريبا ربع ساعة بعد الاوبن وبتدي ناخد ندور على اي تريدز او في اون في 2 3 اوكي برايس اكشنز. اوكي 40 seconds. زي ما شايفين هنا في سبورت هنا 15 seconds. انا شايف الماركت هيكون شورت بس تاني وي دونت كير، هناخد بالتريد الماركت او السيجنال اللي بتجي لنا 4 seconds 3 seconds 2 1 second and go. Still nothing now. Stay still. Still nothing. Nothing. Market bounce back in our support. So we'll pop and pivot. Nothing. في احتمال short. Get ready. No short. Cancel short. في احتمال لشورت يا جماعه، في احتمال لشورت في الفتره دي جماعه. هنعمل سيل ستوب ليميت عند بالظبط 2155.8. سيل ستوب ليميت زي ما انتم عارفين هنا بالظبط 2155.8. حقيقه هنكنسل ستوب ليميت وهنعمل باي ستوب ليميت عند order submitted 2163.3 ونشوف ايه هيحصل. التريدي لو جات لنا يا جماعه احنا هنحرك التو كونتراكت ستوب لوز زي ما اقول لكم بالظبط. اوردر فيلد. وي جت فيلد ناو. وي جت فيلد. فهنحرك الستوب لوز بتاعه التو كونتراكت على حسب ما اقول لكم بالظبط. فهنحرك الستوب لوز دلوقتي عند بالظبط الاثنين هيبقوا عند تقريبا 216 اكزاكت 2160 التو كونتراكتس 2160 اكزاكت تقريبا. حركة شوية بعيد شوية خليهم عند دلوقتي 2159.7 تقريبا. الماركت رايح نو فيفر. هنحرك الستوب لوز دلوقتي عند 2160.3 Still nothing much. Market trial. Our way to hit of our first target, which is good news. Beautiful. طبعا الفيرست كونتراكت بيوتيفول. نو سكند فيرست كونتراكت هيتت ناو. ذاتس جود. هنموف اوريدي حوالي 65 تكس فاحنا هنموف الستوب لوز دلوقتي عند 2162.9 وحاول تموف السكند كونتراكت شويه بعيد شويه منها. مش احنا مش بنتريلت فاحنا اي دونت كير اباوت. Thank you.
Market moving nicely to our favor. هنموف دلوقتي الستوب لوس بتاعنا عند بالظبط one second عند one second line ticks. هنموف الستوب لوس دلوقتي عند بالظبط 216 21647 اكشلي هنخليها نو هنخليها Yeah, 21647 away now. 216.4.7. زي ما احنا عشان حركة ستوب لوس خالص زي ما احنا. Now get stopped out. في الحاله دي احنا ممكن ناخد سكند تريد خدوا بالكم لان احنا ما عملناش تيرم 10 بوينتس في التريد دي لحد دلوقتي انا بس الاول بوينت فاحنا لو التريد دي ستوبت اوت هنا ممكن ناخد سكند تريد دلوقتي عملنا اول 31 بوينتس 31 تيك سوري في اول فيفر ممكن نشوف هنا وقت ده البروفيت بتاعي دلوقتي انا بتبقى 5 كونتراكت غير اللي انا عملته اوريدي انا خدت 1 كونتراكت بحوالي 120 دولار فاولموست 1000 دولار اب ناو بس وبعد كده لما تخرج التريد دلوقتي انت واخد اولموست 1000 دولار نو بس انا باخد انا عايز اكاتش بيج موف بعض الاحيان باخد 30 تيك 30 بوينتس من ار تي واي 30 بوينتس يعني لو بنتكلم في البوينت ب 50 ب 1500 في 5 كونتراكت ب 7500 دولار في 1 تريد ف اوكي فهنموف دلوقتي زي ما احنا مش هنحرك ستوب لوس خالص زي ما احنا زي ما احنا ماركت اولموست 10 بوينتس موف ناو هنحرك الستوب لوس دلوقتي عند 1 سكند هقول لكم حالا بالظبط اكزاكتلي فين زي ما انا حاططها بالظبط تقريبا عند 2165.8 انا ممكن اخليها عند 2165.7 يا جماعه موف التارجت بعيد شويه معرفش ممكن يكون دي هي 30 بوينتس موف nobody knows so move target بعيد شوية عشان نكاتش الموف move almost 11 okay beautiful زي ما احنا ستوب لوس هيتغير اوكي 1 سكند ممكن نقول ستوب لوس دلوقتي عند 216.267.6 ماركت موف نايس دلوقتي اولموست 15 بوينتس من اور فروم انتري طبعا يا جماعه موف التارجت مش عايزين نكاتش بيجر موف اي دونت كير فممكن يا جماعه تموف 1 سكند 15 تيكس هموف الستوب لوز هموف بالظبط عند 2169.7 2169.7 زي ما انتم شايفين ار تي واي دايما بيدينا جود تريد ان ذا مورنينج
ستوب لوز زي ما هي مش هنحركها زي ما هي. لو شايفين مثلا الاوراق اللي عملت اولموست حوالي 3000 دولار اولموست 200 دولار تقريبا في بالظبط 9 مينتس 9 مينتس. ودي جمال الاستراتيجي بتاعت الار 2 اللي انت ممكن تعمل بس تكاتش البيج موف اول عند الاوبن ذاتس ات يعني يو دون فور توداي يو دونت نيد تو يعني المفروض تريد ان شاء الله بعد ما نقفلها ان شاء الله يو دونت نيد تو تريد مور المفروض يو دون فور توداي. ف 15 تكس 1 سكند هنموف الستوب لوز يا جماعه عند 2170.7 1 سكند نو كيب ات لايك بيفور كيب ات لايك بيفور كيب ات عند 2169.9. طبعا انا دايما عندي راي هموف الستوب لوز يا جماعه ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده 15 تكس 1 سكند هنا دي 16 تكس موف الستوب لوز عند 217.9 stop filled and we stopped down. So عملنا كام دلوقتي؟ عملنا حوالي تقريبا انا عملت تقريبا حوالي almost 1500 دولار تقريبا في التريد دي which is good. ممكن نعمل second entry لو عايزين دلوقتي في chance احنا ممكن نعمل second entry. Just 1 second. يعني تريد بس التو كونتراكتس دلوقتي. لأن احنا we didn't catch 10 points. Actually I didn't catch 10 points. I guess we got catch 10 points. يعني أعتقد احنا catch 10 points في second contract. تهيألي. تهيألي 1 second. احنا جينا هنا دخلنا هنا بالظبط وخرجنا هنا عملنا 9 بوينتس تاني في سكند كونتراكت يعني اولموست. فاحنا المفروض احنا كده ده مع الار تي اي خلاص انا كده ام جود مع الار تي اي 1500 دولار نوت باد. طبعا نوت ذا بيست يعني بعض الاحيان بعمل 5 6000 دولار في 10 دقائق دول لكن نوت باد فور ذا بيجيننج. نركز بقى شويه في الاي اس ونشوف الدنيا ماشيه ازاي في الاي اس. طبعا شفنا الاي اس دلوقتي شوب 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 up down up down up down. طبعا ده مش ماركت تريد خالص يعني بالمنظر اللي شايفينه قدامكم حاليا نهائي. انا اعتقد كده خلاص نقفل بقى ال ار تي واي خالص كده دون هجاره. يا جماعه لو طبعا ده ديمو بس يعني في ان كيس ان ريال لايف لو حد عمل معايا التريد دي خد 10 بوينتس سكند كونتراكت 10 بوينتس يعني انت بتريد بار تي واي انت خدت 500 دولار انت خدت حوالي 500 دولار تقريبا والفيرست كونتراكت 120 670 دولار يو دونت نيد مور فول شود بي انف. لو بتريد مايكرو هتبقى اب حوالي حاجه 70 دولار تقريبا لو انت تريد تو كونتراكتس مايكرو. طبعا ما دونت تريد لو انت مايكرو دونت تريد تو كونتراكتس مايكرو يعني تريد مثلا 4 2 اند 2 او 8 مثلا بس 4 حلو في البيجن بس اب 140 دولار في الخمس دقائق دول which is beautiful. شوف بقى ايه لسه عامل ايه معانا. طبعا خدت بالك يا جماعه الاري اللي قلت عليها الصبح دي بالظبط الماركت حاول تاني يتست اجين يعني اتمت تيست اد اوبن
دلوقتي الماركت زي ما انتم شايفين، هنقول يا جماعه تاني اي تريد بناخدها لازم يكون سترونج اوفر اول مومنتم. هل هنا حد شايف في سترونج اوفر مومنتم؟ نو شوب. اوكي الماركت تري موف ذا داون سايد. ممكن هيبقى عندنا تشانس لفي 2 شورت. خلينا نشوف هنا الماركت قد ايه، المسافه هنا قد ايه من الميدل باند 39 تكس 39 تكس وال 40 تكس 4 10 بوينتس. هنعمل ستوب لوس 10 تكس والبروفيت 20. ممكن ناخد دي هذا الشورت، بس تاني برضو not the best. It's not the best. Market choppy. مش شايف اي دايركشن خالص. اوكي. على السكرين هنا. تقريبا في اوكي نشتغل عندي على شوية. It's fine. طبعا الماركت النهاردة مش very volatile. الميدل باند حاكم بوينتس. عشان بس الهلو داي. فاحنا ممكن دلوقتي نبتدي نفكر في في تو شورت. فحالا هنبتدي قلنا ايه نعمل كاستم، قلنا 10 تكس ستوب لوز و 20 بروفيت دايما 2 تو 1 اتليست الليمت. اوردر سبميتد. اوكي اوكي سكند انا بالنسبه لي هتبقى على السيم لان انا مش اوريدي بيك ماي بروفيت. يا جماعه دايما ركز على باور اوف كويتنج، ركز على باور اوف كويتنج. طبعا الماركت عمل فيفت هنا مش لازم اخلي اللاين احسن. اعمل بيبل هنا. نشوف. طبعا دي ممكن تيجي في 2 او في 3. اعتقد انها ممكن تيجي في 3. طبعا لو خدنا بالنا من الاوبن ما حصلش اي في 2 في 3. دي ممكن دي بس ما لمستش الميدل باند، ما لمستوش. طبعا دي كانت فيري ريسكي دي، لكن دي تعتبر اول يعني دي اول تريد سينس اوبن. ودايما يا جماعه انا بحب اخد الفي 2 او الفي 3 ثراتش بالذات، بحب اخدها لما بكون اول او ثاني تريد دايما يعني. ماركت دين تاتش اوردر فيلد تاتش ات. طبعا يا جماعه انا ان شاء الله هديفلوب كم يعني من خلال الشهر الجاي والشهر الجاي باذن الله ممكن نتريد ناسداك، ممكن نتريد كود اويل، فممكن نكول تريدز برضو ناسداك كود اويل واي نوت يعني. مش بس يس راسل يعني. ممكن جولد برضو. بس خدوا بالكم الكرود اويل وجولد الداتا فيه بتاعته مختلفه عن الاندكس زي الار تي واي وناس ده راسل الحاجات دي. فانت لما بتيجي جيت فاندد مع توب ستيب مثلا سي او مع شركتي مثلا بتختار، لو انت بروفيشنال
بروفيشنال بتختار نوعين، يا اما تختار السي ام اي داتا فيد اللي هي زي دي اللي هي فيها راس الار تي واي ناسداك، او تختار الداتا فيد اللي فيها الاويل والجولد والميتال والحاجات دي مختلفه. ماركت شغال احنا اور فيفر السي الترجم بتاعنا كانوا كويس لانها اوريدي بعد يعني بعد البيفت ده فكانوا كويس. اهم حاجه بقى ما حدش يفكر يخرج من تريد زي ما قلنا قبل كده، اذا كانت 2 تو 1 او لكانت او بريك ايفن او ستوب لوز، الا لو انت عايز تحرك بقى زي ما قلنا قبل كده مثلا بعد 9 بارز بتحرك ستوب لوز بتاعي زي ما علمتكم قبل كده في الاستراتيجي. اتس اوكي اب تو يو. Target filled. That's it. Our first trade. Beautiful. عملنا تيمب، عملنا 20 ticks يعني حوالي 5 points. فا بتكلم في لو انت بتريد اي اس يعني النهارده بتتكلم في حوالي 350 دولار اب هنا، ولو بتتكلم على 2 كونتراكتس الناحيه الثانيه بس حوالي 1200 دولار اب. فقد ايه؟ اولموست يعني مفيش 40 minutes. What 40 minutes؟ 20 minutes. 20 minutes 1300 دولار في 20 minutes. لو تريد 2 كونتراكتس ار تي واي 1 كونتراكت اي اس، اي بقى شغلانه تعمل لك الفلوس دي؟ اي شغلانه؟ صح ما بقولش ان التريدنج فيري ايزي، بس انتم في التريدنج روم معانا هنتريد مع بعض، هنتعلم تريد ازاي مع بعض، هعلمكم ازاي تبقى جيت الديسيبلين وهتبقى مور فن يعني تريدنج الون ساك باي ذا واي. تقعد طول النهار قاعد بتستير السكرين. على فكره يمكن من احد اسباب ان انا تحمست للتريدنج روم قوي ان انا ابتديت ازهق من التريدنج ماي سيلف، يعني ابتديت امل. فالتريدنج روم ممكن يبقى فاضي ان احنا نقعد ندردش نتكلم قبل بعض كل يوم على زوم، وممكن لما انزل مثلا ان شاء الله نعمل مثلا كامبين مثلا مثلا 3 4 ايام في الغردقه تريدنج مع بعض في اي اوتيل مثلا، يبقى برضه منها الليرننج بروسيس ومنها فن. طبعا دي سكند في 3 فور مي ممكن تاخده بس نوت ذا بيست يعني. يعني ما بحبش اكون واخد اول فيرست ويننج تريد اخد السكند في 2 دي 3 اتس اب تو يو. مش هاكل التريد دي نو حتى didn't touch the middle band. Okay. الماركت تاتش اهو البند. على فكره دي سيمز لايك جود تريد، بس تاني ما بحبش اخد فيرست 20 تريد في 1 واخد بعديها في 1 على طول، لان ممكن الماركت يباونس باك ودي لي تيست الاريا هنا. عايزين ناخد بالكم طبعا هنا ممكن ابتدي افكر في اريا هنا، يعني ممكن ابتدي افكر في اريا الماركت شكله هارد تايم، بس طبعا انت ما ترسمش الاريا موجود هابت دونت، ما ترسمش الاريا الا لما الماركت يعدي الميدل باند يديني بابل سبيس ساعتها نرسم اريا ونبتدي افكر بقى ناخد تيست تريد. الماركت لسه بيحاول يتست الميدل باند.
على فكرة كمان الاستراتيجي دي very powerful حتى على اللونج تيرم باي ذا واي. يعني بعض الأحيان بتريد الاستراتيجي دي على اللونج تيرم يعني as a swing. يعني فاكر الناس ده كان من حوالي شهر تقريبا كان بيتريد على ميدل باند لمدة 3 أيام. تريد في يوم اللي بعديه الكاندل قفلت تحت الميدل باند فخدت شورت تاني يوم كانت بيري بيري فور تريد يعني كان شورت سيل اوف. ممكن تراك التريد دي نشوف اللي يحصل. ده ما احب تراك التريد اللي ما خدتهاش. فدي كان قول مثلا خدناها هنا مثلا لو قلنا هناخد 10 بوينتس ستوب لوس 20 تكس بروفيت في البروفيت بتاعنا المفروض يبقى هنا تقريبا والستوب لوز هنا دي السكند تريد شكلها تبقى ويننج تريد. ده بقى الجمال 2 تو 1. انت حتى لو حد مثلا خد تريد 2 تو 1 كسب هنا مثلا 10 بوينتس سوري 10 4 بوينت 5 بوينتس او 20 تكس يعني وخسر وبعدين مثلا الناس دي خسرت مثلا 10 تكس انت ستيل اب 10 تكس. عشان كده بقول 2 تو 1 مهمه جدا. حتى لو خسرت تريد ثانيه انت اوريدي اب نو وري. تريد دي شكلها تبقى وري تريد باي ذا تك. طبعا انا لو شفت المنظر ده انا هموف موف ماي ستوب لوس بريك ايفن لان الكونسوليديشن ده معناها ان المارك لسه عنده هارد تايم يتيتش ريتش يا داون يا اب. فانا مش هترن ويننج تريد تو بي لوزنج تريد. يعني انا واخد تريد دي وشفت المنظر ده هموف ماي ستوب لوس بريك ايفن واشوف ايه اللي هيحصل. ذاتس ات. قلنا تاني يا بريك ايفن يا تو تو ار. وانا شايف ان في هنا في ترند لاين تاني اترسم. ترند لاين ده مش ظريف. مش ظريف خالص. خالص يعني. اوكي. بعد لو واخد تريد دي احط بريك ايفن واستنى لكن مش اخرج من تريد. بس يعني يو دونت نو. لو قلنا هنا ايه؟ لو قلنا مثلا خدها تريد هنا يبقى دي 20 تكس بتاعتنا. يعني شوف الماركت يعني باي ذا تك يعني شايفين بص قد ايه تك وادي ستوب لوز هنا تقريبا تن تك. اه الماركت هيت التارجت خلاص تمام. ماركت هيت التارجت دي السكند تريد ادي تو تو ويننج تريد في اي اس وتو ويننج تريد في ار تي واي. ذاتس فيري جود داي. طبعا في هنا يا جماعه في هنا لو انت خدت بالكم انت ممكن تاخد دي في 3 طبعا دي لا لا حتى لو جت وينر لا لان اولا الفاندنج لاين ابتدى يناروا داون يقرب جدا من الميدل باند. الحاجه الثانيه دي ثيرد تايم 1 2 3 ورا بعض معنى كده ان الماركت بيهسيتيت يجو داون. انا ممكن افكر ان اجوش افكر في في 2 في 3 تاني لو الماركت كام داون هنا عدى كسر البيفت ده نزل لور عمل لور لو ساعتها ممكن افكر اخد لو جت تاني تيست الميدل باند ممكن افكر. لكن الماركت عامل يعمل هاير هاي لور هاي شايفين بيسموه هاير لوز هاير لوز هاير لوز. اوكي فدي مش جود انديكيشن. مش بعد كده انا ممكن ما يديكش التيم التولي تكس ممكن يديهم لك واي نوت. بس ده كان ديمو كده بسيط للتريدنج روم. كان فيري جود تريد تو ويننج تريد ان اي اس تو ويننج تريد ار تي واي. وطبعا النهارده النهارده تلات هنعمل ديمو تاني يوم الاربعاء يوم الخميس. طبعا الجمعه كريسماس ايف مفيش تريدنج مفيش ماركت اصلا بيبقى بيقفل الساعه 12 ما حدش بيتريد كريسماس ايف يعني. فيبقى اربعاء وخميس بس الباقيين وبعد كده نبتدي بقى ان شاء الله. طبعا الاسبوع اللي جاي كله
الاسبوع اللي بعد الكريسماس قبل النيو ييرز ايف فيري فولاتيل، هنبتدي تريد الروم من اول يوم 3 يناير ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله بكره في الديمو او يوم 3 يناير.